أما الآن مشاهدينا فموعدنا مع شباك الدنيا، ونذهب إلى طرابلس لنتعرف على قصة شرطي المرور عبد الباسط ودراجته النارية الذي قضى ما يقارب من 30 عاما يقوم بعمله بكل تفان وحب، حتى صار معروفا وسط السائقين وصاروا يتجاوبوا معه بشكل مختلف وذلك عن الآخرين. خليل الكلاعي معه التفاصيل. يوم عمل جديد. باكرا يمتطي عبد الباسط دراجته النارية، يمر عبر شوارع طرابلس متوجها إلى هذا التقاطع. شرطي مرور ل30 عاما تعرفه شوارع التقاطع جيدا، وهو بدوره يحفظ كل تفاصيلها تحت الشمس كما تحت المطر، واقفا ثابتا جادا مجدا. بيجي يدرس في نص طريق، مرات ماجر طالب سيارة، احنا عاداتنا وتقاليدنا نعرف، يمشي يطلب سيارة نص ساعة ربع ساعة يعطل، في اللي ولده معرقل أموره في المدرسة يبي يجي يدرسها، وما يجي باش يشوف ولده في المدرسة ولا يشوف عنده موضوع في المصرف. على طريقته يفسر عبد الباسط أسباب الازدحام، ولا يغير مكانه في قلب التقاطع إلا إذا لمح أحد المخالفين، وها هو يفعل. أحدهم ركن سيارته في مكان غير قانوني، يطلب إليه تغيير مكان سيارته فيرفض. يتمسك عبد الباسط بطلبه رغم احتجاج صاحب السيارة. يعابد عبد الباسط الوقوف في المفترق بشكله المميز وقيافته اللافتة. أصبح المارة على خلاف بقية شرطي المرور يعرفون عبد الباسط، يحيونه فيبادلهم التحية. أحلامه أن يرعى أطفاله 9 وأن يتمكن من الحج في يوم يرجو أن يكون قريبا. نترقى لي حق في الترقية وبنقعد في مكاني، مكاني خذت عليه زي الواجب دي عندي زي الواجب مدرسة. 50 يحفظ حق عمله كواجب مقدس، متعفف في الكلام، مثابر في العمل حريص. إنها عصارة 30 عاما من العمل الشرطي. مع طلوع شمس الصباح يبدأ عمل عبد الباسط هنا في هذا التقاطع الرئيسي وسط العاصمة طرابلس، ساهرا على تنظيم السير، حريصا على تطبيق القانون، متعهدا أحلامه وأحلام عائلته. خليك لعلي التلفزيون العربي، طرابلس ليبيا.